ازيكم يا جريد 5، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنخلص اخر جزء في الليسون بتاع الالكتروماجنت علشان نكون خلصنا يونت 1. كلمنا المره اللي فاتت عن الالكتروماجنت بس ما قلناش ايه هي اليوزز بتاعته. اليوزز اوف الكتروماجنت، اول حاجه ميكينج ماني ابليانسز، اللي هي الديفايسز اللي احنا بنستخدمها في بيتنا في العادي. زي ايه؟ بنستخدمها في الحياه اليوميه بتاعتنا، زي الالكتريك بيل اللي بنستخدمه طبعا في المدرسه كل حصه بيضرب، وماما بتستخدم الالكتريك ميكسر اللي هو الخلاط اللي بتعمل لنا بيه العصير واحلى اكل، والديسك درايف اللي بيبقى موجود في الكمبيوتر اللي هو بتاع السيديهات اللي بيشغل الموسيقى ويشغل البرامج ويشغل لنا الحاجات اي حاجه احنا عايزينها، افلام، وبيبقى موجود برضو في العربيات، وطبعا التلفزيون كلنا عارفينه يعني. دي الحاجات دي كلها معتمده اصلا في تركيبها او في صناعتها على الالكتروماجنت. طب ايه تاني؟ making big sized winch او crane that is used to lift heavy iron blocks in factories. في المصانع طبعا الحاجات التقيلة مش بيقدروا البني ادمين يشيلوها، بيبقوا محتاجين قوة عضلية كبيرة، فبيعملوا ايه؟ الكتروماجنت كبير جدا يشيل الحاجات التقيلة اللي البني ادم مش بيقدر يشيلها. مجرد ما يوصلوا له الكهرباء زي ما احنا شايفين في الفيديو كده، الوينش بيبقى موجود متوصل بالكهرباء، يحصل كأنه مغناطيس يشيل الحديد ينقله للمكان اللي هو عايزه، فيفصل الكهرباء فيسيب الحديد. يعني by passing the electric current through the coil of the electromagnet it will attract the iron or steel blocks and move them to another place. by cutting the electric current ايه اللي بيحصل؟ the electromagnet loses its magnetic force and iron or steel blocks fall، زي ما احنا شايفين كده بالظبط. مين بقى فكر يستغل الموضوع ده؟ واحد عالم اسمه فاراداي. فاراداي ده English scientist used this discovery to make an electric generator known as the dynamo. الدينامو ده عبارة عن مولد كهرباء. هو اكتشف ان هو لما بيحرك المغناطيس في كويل نحاس بيحصل electric current passes through the coil، واللمبة بتنور لما بيوصلها بيه. يعني لو حط لمبة تتوصل بيه بيلاقي اللمبة نورت على طول. طب تركيبه ايه الدينامو ده؟ الاستراكشر بتاعه اكابر كويل و اماجنت، سلك نحاس ومغناطيس. تعالوا نشوف بقى عمل ايه او ايه فكرته. فكرة الدينامو ده ان هو بيولد كهرباء. طب بيولد الكهرباء دي ازاي؟ ايه الايديا اوف اوبريشن اوف الدينامو؟ it converts mechanical او kinetic energy into electric energy، بيحول الطاقة الحركية او الميكانيكية لطاقة كهربية، من ميكانيكال انرجي او كاينيتك انرجي انتو الكتريك انرجي. علشان ايه بقى؟ لان الموفمنت اوف كابر كويل بتوين ذا تو بولز اوف ماجنت بروديوس الكتريستي. هو يعني اخد الفكرة بتاعته من كده، انك لما بتحرك الكابر كويل بتوين ذا تو بولز اوف ذا ماجنت بيحصل بتولد الكتريستي. احنا قلنا الماجنتيزم جنريتس الكتريستي والالكتريستي جنريتس ماجنتيزم، تمام؟ لو تفتكروا في الليسون اللي فات. طيب دي اكتيفيتي بسيطه كده هنعملها مع بعضينا. هنجيب يو شيب ماجنت وكوبر واير، هنوصلهم من البولز بتاعه الماجنت، وهنجيب اميتر. اميتر ده جهاز بيقيس التيار الكهربي، تمام؟ هنوصل بالواير ونشوف ايه اللي هيحصل. هنلاقي ايه بقى؟ The electric current can be generated in a coil by then of dynamo by moving the coil in the magnetic field between the two poles of magnet. طيب moving a magnet around the coil، يعني في حالتين بيحصل، لما بنحرك الكويل او بنحرك الماجنت. الحاجة التانية the generation of electric current in the coil increases by increasing the motion of the coil between the two poles of magnet. بيزيد كل ما زودنا الحركة ما بين القطبين بتوع الماجنت. فبناء عليه بقى عملوا ايه؟ بقى في صنفوا الدينامو لنوعين. ايه هي types of dynamo؟ عندنا two types of dynamo which are small dynamo، ده it generates a small amount of electricity، طبعا من اسمه كده يعني بيطلع كهرباء كمية صغيرة، small بسيطة، تمام؟ طب النوع التاني اسمه huge dynamo. هيوج من اسمه حاجة عملاقة كده، هيوج دينامو. السمول دينامو بنستخدمه مثلا في العجلة، في كشاف العجلة عشان نولد بيها واحنا بنبدل كده. طب الهيوج دينامو ده بنستخدمه في ايه؟
في محطات توليد الكهرباء Electric Power Stations. دي حاجة ضخمة فمحتاجة لها huge دينامو عشان نقدر ننور في بيتنا. طيب ايه هي Types of Electric Power Stations؟ انواع محطات الكهرباء دي ليها 3 انواع مش نوع واحد. اول حاجة الوايند الكتريك باور ستيشن اللي هي بتستخدم طاقة الرياح. النوع التاني ثيرمال فيول الكتريك باور ستيشن، دي بنستخدم فيها الوقود زي السولار الغاز عشان نقدر نولد كهرباء. طب ايه النوع التالت؟ النوع التالت زي اللي بيتعمل عندنا في مصر في الضبعة اللي هو نيوكلير الكتريك باور ستيشن عشان نقدر نولد كهرباء بكميات اكبر. نيوكلير يعني نووي، الكتريك باور ستيشنز يعني معتمدة على الطاقة النووية. دلوقتي احنا كده خلصنا يونت 1 خلاص فينيشد. في ريفيجن هتلاقوه تحت في الديسكريبشن بوكس، اعملوا له داونلود وحلوه ومستنيه اجاباتكم وتعليقاتكم. لو ليكوا اي سؤال اكتبوه تحت في الكومنت وانا هرد عليه، وان شاء الله استنونا في لايف نراجع مع بعض. سلام، هتوحشوني.